مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات مجله التواصل التي تحلق بكم دائما في فضاءات وعوالم سوداتل وسوداني. اهلا وسهلا بكم. كانت استهلالية شهر أبريل الماضي من عقاد المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية والذي انعقد بمدينة الأبيض تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وكانت مشاركة سوداتل لافتة بحجم الوفد وطبيعة المشاركة. شاركت مجموعة سوداتل بوفد من رفيع يتقدمه الرئيس التنفيذي لسوداتل الباش مهندس طارق حمزة، ووفد من الإدارة التنفيذية في فعاليات المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية والذي انعقد بمدينة الأبيض. أنتم مستقبل السودان، لأنكم تشبهون سوداتل شركتكم الوطنية رائد الاتصالات، ولأنكم السودان ولأنكم الوطن العزيز حرصنا أن ندعم المستشفيات وأن نوفر الدواء ليكون بلسما للمرضى وشفاء للأجسام الواجفات. حرصنا على دعم المجال الصحي، لأن إنسان الأبيض هو وريدنا وشرياننا وقلبنا النابض بالخير والعطاء. دعمنا المجال الصحي لأن أهلنا بكردفان أولى بأن نكون معهم في حلهم وترحالهم. وقد كان المؤتمر فرصة وسانحة لاستعراض تجربة سوداتل في مجال المسؤولية المجتمعية والتي امتدت لأكثر من 10 أعوام. امتدادا لسلسلة الاحتفالات التي نظمتها مجموعة سوداتل بمناسبة ذكرى عشرينية تأسيسها، أقيمت احتفالية خاصة بهذه المناسبة بمدينة الأبيض على هامش فعاليات المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية. وسط مشاركة واسعة ومقدرة من قيادات العمل التربوي، دشن مشروع التعليم التكنولوجي والذي ترعاه سوداني في احتفال محضور مشروع تمليك الكمبيوتر المحمول والإنترنت للمعلمين بولاية الخرطوم. انطلاقا من رعايتها لمشروع التعليم التكنولوجي، كان تدشين المشروع لبرنامج تمليك الكمبيوتر المحمول والإنترنت لمعلمي ولاية الخرطوم في احتفال شهدته وزيرة التربية والتعليم ووزيرة العلوم والاتصالات وقيادات العمل التربوي بولاية الخرطوم. أي معلم يمتلك الجهاز هو يدرب مجانا، عشان كده الآن مشروع اسمه مشروع تمليك وتدريب. فالآن الجهاز هذا مواصفات جيدة، طبعا الآن توشيبة وممكن يكون في اتش بي ويكون مختلف الأنواع. المعلم فقط اختار ما يتناسب معه بسعر يناسبه. هذا المشروع الذي قمنا بتدشينه اليوم سيكون بداية وانطلاقة لهذه المشاريع الكبرى بالتعاون مع الوزارة والتربية، وزارة التربية، وأيضا بالتعاون مع النقابة وكل الجهات المختصة التي ساعدت في هذا المجال، حيث تم تسليم 500 جهاز من أصل 1500 جهاز حاسوب محمول لمعلمي ولاية الخرطوم، سيتم تسليمها ضمن البرنامج خلال هذا العام.
سعيا وراء المجهودات التي تبذلها سوداتيل لترسيخ قيم الشفافية، كانت رعاية سوداتيل للمؤتمر الأول للحكم الراشد بقاعة الصداقة بالخرطوم. كان اهتمامنا بأن نرعى هذا المنشط الهام وأن نكون مساندين لهذا العمل الكبير الذي نتمنى أن تخرج توصياته ومناقشاته وأوراق أعماله بكل ما يصب في مصلحة تطوير آليات الحكم الراشد في هذا البلد. أهلي وخلاني ليهم مكتبي دين من حفور موتفاني لو بعدت عني. احتفالية مميزة وأنيقة دشن سودان سلسلة الأرقام الجديدة إستار، وخصص عائد الأرقام المباعة خلال الحفل المشروعات الخيرية التي تقودها بعض منظمات المجتمع المدني. هذا النطاق الجديد ما هو إلا نتيجة للنمو المتزايد في قاعدة مشتركي سوداني والطلب الكبير لخدمات ومنتجات سوداني، فنقابله نحن في شركة سوداني مزيدا من تجويد الأداء. مفتاح إنجاز ولو كان بسيط، بالفرحة بنحكي ونعيد بصف النية بهمة قوية. أحس بأنه هذا الشيء لابد منه، أنا كفرد سوداني ويمكن أن أعطي شيئا، فلما لا؟ المجتمع هذا المجتمع الذي أنتمي إليه، لذا أنا فخور جدا به، وأتمنى أن يكون هذا يعني أيضا دافع لكثير من الإخوة ولكثير من المؤسسات ولكثير من الشركات الأخرى أن يعني تنحو هذا المنحة. السودان الليلة عملت حاجة جميلة، أفردت أرقام مميزة لناس مميزين، ريح هذه المسألة يعود إلى فعل الخير وليس أجمل من ذلك. وطموح بيزيد، سوداني وأصيل في دم جار النيل، نجم عالي حلم غالي ونور النجوم دليل. وصلا لاهتمام سوداني بالنوابغ من طلاب وتلاميذ السودان، رعى سوداني المؤتمر الصحفي لإعلان شهادة مرحلة الأساس بولاية الخرطوم ومشاركة أسر التلاميذ فرحة النجاح. تحية خاصة لكم من شركة سوداتيل للاتصالات، ولأنكم المستقبل لهذا الوطن الجميل حرصنا أن نكون غريبين منكم، ولأن سوداتيل شركتكم الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات والناهضة في بناء هذا المستقبل، رصفنا لكم الطريق ومهدناه لكم بأحدث التقنيات وأحدث الشبكات، فكانت رأس الربح في الحكومة الإلكترونية لربط المدارس والفصول لتأهيل العقول بتنسيق تام مع المركز القومي للمعلومات. وسط حضور كبير من الإدارة التنفيذية والعاملين وأسر العاملين بسوداتيل، تم الاحتفال بختام فعاليات المخيم الصيفي التاسع لأبناء العاملين بسوداتيل بدار سوداتيل بالخرطوم.
من كل لون جايين أهلي وخلاني ليهم مد إيدين من حفور موت فاني لو بعدت عنك وين يا بلدي حرجع تاني وين ألقى زيك وين يا أرضي وبيتي ومكاني السلام عليكم، معلش حضرتك عليك مكالمتك. ما مشكله، ايمن عبد القادر. لين بتستخدم اي شريحه؟ سوداني. عشان انت بتستخدمي شريحه سوداني فزتي معانا برصيد قدره 100 جنيه مقدم من السوداني. تسلم، شكرا للسوداني. شكرا. بتقولي شنو السوداني؟ بشكر سوداني وبشكرهم على خدماتهم الحلوه. سوداني وخليك سوداني. سوداني واصيل. السلام عليكم، نتعرف عليك. وعليكم السلام حاسم محمد. بتستخدم اي شريحه؟ شريحه سوداني. عشان بتستخدم السوداني فزتي معانا برصيد مقدم من السوداني قدره 100 جنيه، مبروك. الله يبارك فيك، شكرا لك. بتقول شنو السوداني؟ والله بشكرهم كثير، ما قصروا. كوادر سوداتيل هي دائما مثل الغيث، أينما وقع نفع، جملوا الأرض بعظيم السير. في فقرة وجه من سوداتيل نلمح جانبا من هذه الوجوه. وبيعرف كيف يبدأ صح، دربه أخضر بابه واسع في إيده له مفتاح. طارق عيل حسين، مدير إدارة الشؤون الإدارية. حقيقة إحنا في إدارة الشؤون الإدارية بسودات المعنيين بتوفير معينات العمل وخدمات المرافق والخدمات المكتبية للشركة، والخدمات حقيقة اللي بنأديها بنأديها عبر فريق عمل متوافق متوائم بيزعى لأنه يعني الخدمات دي يقدمها بجودة عالية وفي الزمن بتاعها باستجابة عالية، لأنها في النهاية بتخدم أغراض الشركة في استقرار الشبكة وفي رضا العاملين. قدامه سكة نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح، دربه أخضر بابه واسع في إيده له مفتاح إنجازه ولو كان بسيط، بالفرحة بنحكي ونعيد بيصف النية بهمة قوية جوا. بنشكر كل مشتركي سوداتيل وبنزعى من خلال خدمتنا لزبائننا الداخل سوداتيل إنه نخدم زبائننا خارج سوداتيل. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حصيلة هذا العدد من مجلة التواصل الخاصة بشهر أبريل ومليئة بالفعاليات لسوداتيل وسوداني، إلى عدد آخر مليء بالفعاليات والتفاعل المجتمعي. كونوا دوما بخير، إلى اللقاء.